التواريخ 8/7/2007 تفتكري ايه؟ ده يوم اللي اتجوزت فيه. طب انت كنت عايزه تعمليه 7/7/2007، عايزه اعرف ليه كنت عايزه التاريخ ده، وعايزه اعرف ايه اللي حصل وتحول ل 8/7. عشان التاريخ ده يعني مميز، يعني 7/7/2007 كان تاريخ مميز. بعدين اكتشفت انه كل الناس في العالم كله عايزين يتجوزوا في اليوم ده. ولما يحصل كده انه عايزين يتجوزوا في اليوم ده، فكل الحاجات اللي انت طالباها مش موجوده. يعني كان في نقص في الورد، كان في نقص في انك تحجزي مثلا الاكل، ولا تحجزي المكان، ولا تحجزي حتى الناس. يعني عندهم 100 حفله فرح في نفس الوقت يعني. فقررت انه اعمله بعد بيوم، يبقى سبيشال اكتر ليا. كل الناس اتجوزت 7/7، انا اتجوزت 8/7. وسي اتجوزتي عن حب؟ اه طبعا. اتقابلتوا ازاي؟ اتقابلنا ازاي؟ كنت يعني بالصدفه، يعني اكتر من مره نتلاقى مع بعض في اكتر من مكان يعني. ففي الاخر اكتشفت ان هو كانت بالنسبه لي صدفه. بعدين اكتشفت انه كان حاطط ناس تقول انا فين، يعني زي اصحابه، عشان عنده اصحاب كتير يكلموه يقولوا له انه انا موجوده هنا. ولسه بيعمل كده لغايه دلوقتي ولا خلاص؟ لا خلاص، في موبايل دلوقتي يعرف رقمي كويس، ويعرف من الموبايل. وهو مستشارك الفني، بتساليه في الحاجات اللي انت بتعمليها، تعمليها ولا لا، ولا ما بتسالش؟ انا بستشير كل الناس يعني. انا دايما بقول اي حد، حبيت الاغنيه دي، حبيت الفستان ده، يعني دايما بسال الناس، عشان انا يعني كل شغلي للناس. يعني عايزه اعرف هم حابيني ازاي، يعني مش بس الناس المقربه مني، حتى الناس اللي انا ما اعرفهاش يعني بسالهم. لو اتكلمنا عن الادهم، هل فتح نفسك على الفيديو ولا مكمله لسه في السينما؟ بصي الادهم، يعني انا الفيديو يعني المسلسلات انا عملتهم، ويعني نوعا ما يعني مش عايزه اقول لك ان انا شبعت منهم، لا انا عايزه اعمل اكتر، بس عملت الاكسبيرينس دي، يعني الخبره دي فهمتها. انا عايزه اكتر اعمل افلام، يعني عايزه، انا توجهي لمصر لما جيت عشان اشتغل افلام. في لبنان ما فيش افلام، يعني ما فيش صناعه سينما. في مصر موجوده، فكنت حابه اني اخوض التجربه دي. لقيت انه لما انعرض عليا الادهم، لقيت انه كل تفاصيله نفعة يعني، وانا حباها يعني، من المخرج للمنتج للممثلين للقصة نفسها. فحبيت اعملها، وقلت في نفس الوقت دي تجربة جديدة عشان بدخل التلفزيون يعني برمضان، ورمضان دي يعني مش سهلة انك تكوني منافسة للناس كتير. المسلسل في رمضان بيتهيألي انه ممكن يتساوي فيلم سينما. مظبوط. فالحمد لله انه من ورا الادهم انا اخذت افضل فنان، افضل ممثلة عربية، من استفتاء حصل بمجال سيدتي. فمبسوطه للناس، وبقول لهم شكرا ليكم بجد عشان صوتوا لي. مشاريعك ايه؟ بصي كنا بنتكلم من شويه تحت الهواء، كنا بنتكلم انه 2010 ده يعني سنه برج الحوت. انا برج الحوت، فاعتقد انه ليهم حق في الموضوع ده. مش عارفه قد ايه لازم واحد يثق في الابراج، بس بحس انه نتيجه اللي حصل لي في 2009 بحسها في 2010. يعني بحس انه الناس حبت الاغاني، حبت الافلام، بيجيني شغل اكتر، بيجيني حفلات اكتر، عروضات اكتر. فانا مبسوطه قوي في الموضوع ده، ويا رب يا رب يعني يبقى مظبوط انه استمر، عشان انا تعبت سالي. انا عايزه تفاصيل. انا بحاول اعرف. لا احب التفاصيل. لا في حاجات يعني، في زي اولا انا دلوقتي يعني بدور على شركه انتاج تبقى انا مبسوطه من شغلها معايا كفن، يعني كغناء، فن غنائي. انت فسختي العادة؟ لا لسه لسه ما حصلش يعني، بس انا يعني انت بتديهم رساله دلوقتي ان انت انا عايزه شركه تبقى يعني بتامن فيا اكتر بصراحه، يعني بتامن بوجودي اكتر كفنانه وتدعمني اكتر. ده الموضوع. بالنسبة للتمثيل في عروضات كتير سالي، يعني عايزة أقول لك أنه لازم أقعد يومين ثلاثة أدرس سيناريوهات موجودة عشان أختار من الأفلام ولا حتى الفيديو. يعني عايزة وقت، بس أقول لك في مع يعني مع ناس مهمين، وهتخش مهرجانات برضه، يعني الشعب العربي كله بيحبهم، يعني ممثلين كبار ومنتجين ومخرجين كبار. طب وبالحدث اللي عند سيرين، هتدخل مهرجانات ولا لأ؟ اعتقد انه اللي هعمله دلوقتي هو جماهيري اكتر من افلام او عارفه، وعشان يعني كده هسيبك مع الجمهور. ومشاهدينا استنونا الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من ستيج.
سلم.